قصة حمدي فتحي كاملة ولماذا اللاعب سينتقل إلى النادي الأهلي. تعال نحكي القصة من الأول. الأول ابتدت القصة بشهر الانتقالات الصيفية اللي فاتت، كان الأهلي كان عايز حمدي فتحي، وكان الأهلي فاوض الإنبي إن هو عايز حمدي فتحي. اللاعب كان موافق، نادي إنبي رفض انتقال حمدي فتحي للنادي الأهلي. نادي إنبي طلب من حمدي فتحي إنه يجدد العقد بتاعه في مقابل إنه هينتقل للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة. حمدي فتحي استجاب للإدارة، جدد العقد بتاعه وانتظر عشان انتقالات شتوية ينتقل إلى النادي الأهلي. بعد كده جه للنادي الأهلي، عرض على نادي إنبي عرض، العرض يعني ممكن نقول جيد. نادي إنبي رفض العرض وكان عايز مبالغ مالية أكبر من النادي الأهلي، وكان عايز عمرو جمال وعمرو بركات فوق الصفقة. طبعا النادي الأهلي شاف إن الصفقة كبيرة بشكل كبير. اللاعب تمسك بالانضمام إلى النادي الأهلي. اللاعب قرر انه يتنازل عن قدر من مستحقاته وحوالي 3.5 مليون جنيه عشان يروح النادي الاهلي، وكلم علي ماهر عشان يروح النادي الاهلي. علي ماهر طلب من اللاعب انه يروح للاداره عشان الاداره هي اللي تقرر عشان يرفع عن نفسه الحرج. بعد كده راح اللاعب للاداره، الاداره رفضت ان هي تبيع اللاعب. اللاعب قرر انه ما يلعبش كوره ويقرر انه ما يتمرنش مع الفريق عشان يروح النادي الاهلي، ضغط على الاداره. بعد كده قررت الاداره ان هي توقف اللاعب وتعمل له ايقاف، وطلع البيان اللي قدامكم دوت، ايقاف حمدي فتحي لحين الانتقال التحقيق معه لادعاء الاصابه مع الزامه ببرنامج تدريبي مع المدرب المختص. طيب حمدي فتحي راح لرامي صبري، رامي صبري طبعا هو كابتن نادي انبي، وطلب من التوسط. رامي صبري تواصل مع الاداره ان اللاعب ممكن يروح النادي الاهلي وهم نقفش في مستقبله. ده هي القصه كامله. اللعيب عايز يروح النادي الاهلي، لعيب مش عايز يلعب الانبي. اداره انبي شايفه ان اللعيب لازم يستمر داخل نادي انبي، او على الاهلي ان يدفع مبالغ كبيره جدا في مقابل انتقال اللعيب وياخدوا منه اكتر من لاعب، ثلاث لعيبه كمان عشان يجي النادي الاهلي. طيب تعالوا نتكلم بقى في الناحيه اللي موجوده، او الناحيه اللي احنا بنتكلم فيها قبل كده. مفيش اي اداره في الكون تقدر تخلي لعيب يكون موجود غصب عنه. مفيش اي اداره في الكون، في الكون كله، مش في مصر بس، في الكون كله. رياض محرز ما عايز يروح المان سيتي، رايح المان سيتي، وحصلت مشاكل مع ليستر سيتي وفي الاخير راح المان سيتي. مين مثلا؟ كوتينيو لما كان عايز يمشي من ليفربول ويروح برشلونه راح برشلونه ومن غصب عن ليفربول. سانشيز لما كان عايز يسيب ارسنال ويروح مانشستر يونايتد راح الفريق من غصب عن ارسنال. هنا حتى في مصر يعني انت لو بصيت في لعيبه مثلا اخر لعيب حسين الشحات، هل حسين الشحات رغبه اللعيب هي اللي حكمت وهي اللي خليته يسيب العين؟ نادي العين ما كانش عايز يسيب حسين الشحات، ولا المدرب كان عايز يسيب حسين الشحات، وحسين الشحات كان جاي له عروض اكبر بمراحل من النادي الاهلي، ولكن رغبه اللعيب هي اللي حسمت الانتقال. هنا حتى في مصر في النادي الاهلي نفسه، في النادي الاهلي وليد ازارو لما حب يمشي من النادي الاهلي ويروح نادي صيني، النادي الاهلي رفض، لكن مع ضغط وليد ازارو والنادي الاهلي وافق على رحيل وليد ازارو. وبعدين بعد ما حتى حصل مشاكل في التعاقد، شوف مستوى ازارو هبط ازاي. حمدي فتحي في النادي الاهلي، حمدي فتحي في النادي الاهلي لو استمر برغبته الحقيقيه، لو عنده انتقال للنادي الاهلي، فاللعيب هينتقل للنادي الاهلي من غصب عن اداره انبي، من غصب عن اداره انبي. طب فرضا جدلا يعني ان في اداره قررت ان هي تقعد لاعب غصب عنها في الفريق، ماشي زي الفل، هل متوقع ان اللعيب هيلعب؟ اجابه قطعيه هي لا، خصوصا لحاجات كتيره جدا. اولا حمدي فتحي شايف ومتاكد ان الاهلي هي فرصته انه يلعب مع المنتخب، ومش بس فرصته يلعب مع المنتخب، فرصته انه يشارك في كاس الامم الافريقيه. كاس الامم الافريقيه بنسبه كبيره ممكن يقام في مصر، فبالتالي اللعيب هيبقى عنده فرصه انه يلعب. اللعيب شايف ان الاهلي عنده نقص كبير جدا في المركز دوت، ومركز خط نص المدافع، وعارف انه لو رايح بشكل اساسي بشكل كبير ممكن يلعب اساسي في النادي الاهلي. اللعيب عارف انه كده ممكن يشارك في البطولات الافريقيه، فاللعيب عنده طموح وعايز يصعد، فانبي مش هيحقق هذا الطموح. طيب لو فرض نادي انبي قرر انه يقعد اللاعب غصب عنه، ايه اللي بيحصل؟ الطبيعي الطبيعي بدون اي شيء انتكاسه للاعب، اللاعب يحصل له انتكاسه، مستواه هيقل، خصوصا ان نادي انبي هو اللي وعده بالانتقال فتره الانتقالات الشتويه لو مضى. طبعا ده هيؤدي بالسلب على اللاعب، لاعب مستحيل مستواه يزيد، اللاعب عنده احباط بشكل كبير، خصوصا لو النادي الاهلي قرر انه يجيب لعيب تاني لو نادي انبي قرر ان هو ما يبيعوش خالص. فبالتالي مع كل الضوابط هذه
اي اداره في الكون عاقله زي ما جبت لكم بتقرر ان هي تمشي اللاعب، تستفاد منه ماليا وتحافظ على قيمته بدل ما يجي له انتكاسه ويبقى ضرر على الفريق ويعمل مشاكل للفريق. بس فعشان كده حمدي فتحي في النادي الاهلي لو اصر ان يروح النادي الاهلي.